طلبة بوني، إن شاء الله جينا في هذا الفيديو. هذا الفيديو بإذن الله سيكون حول عدم وقوع في الأخطاء العام الماضي لما داروا لهم مقالة الأخلاق، وكل راحوا داروا بين المطلق والنسبي، فهذا خطأ وخروج عن الموضوع لأنهم ما فهموش السؤال. بالتالي حبيت أن نشدد لكم أنه عندكم تديروا نفس الخطأ اللي داروه العام الماضي، وأنه العام الماضي داروا لهم الأخلاق وما حاطين بين المطلق والنسبي، وما يتكلمش عن المطلق والنسبي، يتكلم لهم عن مصدر القيمة الخلقية. لذلك كي قلت لكم ان مقاله الذاكره لازم تقراوا 3 مقالات، نفسيه اجتماعيه وماديه. هذا ما كان، علاه تروح انت تعيي روحك؟ مانيش فاهم، علاه تروح تعيي روحك تقرا المادي كونتر الاجتماعي كونتر النفسي، والاجتماعي كونتر المادي والنفسي؟ لذلك هذو رايحين يعييوك. اقرا 3 نظريات فقط، واش السؤال اللي يجي وظف. الحاجه الثانيه في ماده الاجتماعيات، عندكم مصطلحات، عندكم 57 مصطلح على ما اظن، علاه انت تروح تحفظ كل المصطلحات؟ وروح انا درت لك في الفيديو اللي فات درت لكم المصطلحات الجغرافيه تاع التاريخ اللي تعاودوا بزاف. انت واش دير؟ روح زيد فوق هذوك، زيد بعض المصطلحات التي لم اذكرهم انا فقط وروح بهم. الصح في الاجتماعيات دوك نقول لك الصح هو في الشخصيات. وفي الشخصيات راني قلت لك ما لازمكش انك تذكر فترة الحكم او انك تقول وقتها مات وقتها زاد. يا الاستاذ اللي صحح ما على بالوش وقتها مات وقتها زاد. دوك انت جمال عبد الناصر الاستاذ على بالو وقتها مات، ما على بالوش هو مات في 71، ولكن ما لازمكش انك ديرو اطلاقا. شخصيات تقول هو رئيس الولايات مثلا المتحده كما ترومان، ورجل سياسي ورئيس الولايات المتحده الامريكيه، تقول اهم انجازاته هو صاحب قرار القاء القنبله هيروشيما وناكازاكي، ايد قيم الدوله اليهوديه، هذه هي، وصاحب مبدا ترومان في 12 مارس 1947. تفهمنا؟ وعندكم ايضا الوضعية الادماجية، جامي دلافي تكتبها على شكل مطاط، إذا كتبتها على شكل مطاط، قلت لك على شكل جامي دلافي تكتبها على شكل مقال، عفوا، راني غلطت أنا اللي غلطت، على شكل مقال، والله لن تصحح هذيك الوضعية الادماجية، هي لازم تكتبها على شكل مطاط، تكتب السؤال وراني نعاود ونكرر، تكتب السؤال وتحته 6 أجوبة. بالنسبة للجغرافيا، الجغرافيا راه مصطلحاتها تاع فهم بين الحفيظة والفهم. بالإضافة إلى الدائرة النسبية لازم تبراتيكي، راني نعاود ونكرر لازم تبراتيكي في الدار، حل البكالوريا السابقة، راني جايكم في حل البكالوريا السابقة، صبر نكمل الفكرة تاعي في حول الدوائر النسبية. لازم الدوائر النسبية والأعمدة البيانية لازم تعرفهم، التعليق أيضا على شكل مطاط، ما لازمكش دير على شكل مقال. أنا لما قلت لكم في الفيديو أن نمطية الأسئلة ستتغير ما يعنيش باللي ما تحلش البكالوريا السابقة وباللي راح تعاود الأسئلة، أنتم ما فهمتوش الفيديو. المغزى من الفيديو هو انه الجزائر يعني البكالوريا تاع السنه ماهمش يعتمدوا على الترجمه، باسكو كانوا يجيبوا لكم دروس، عفوا كانوا يجيبوا لكم تمارين من فرنسا ويطبعهم لكم ويحطوهم لكم فقط. بصح السنه الاستاذ هو اللي راح يحط لكم الاسئله، ما يعنيش هذا باللي راح يوعر، والله يا ويوعر ولا ما يوعرش، يا مي انت الاسبان الله يسهلها، انت لازم دير في بالك باللي تنجحها. الباكرا من 2008 هو ساهل الى يومنا هذا، بقات نفس المنهجيه نفس كلش. تفهمنا؟ الفلسفه والاجتماعيات للشعوب الادبيه لازم تركزوا عليهم بشكل كبير، اي راهم هما اللي نجحوك وهما اللي هبطوك، وزيد تفتف شويه عربيه جبت الباك. بالنسبه للشعوب العلميه ديما ديما قراو الرياضيات والعلوم والفيزياء في الليل، ومواد الحفظ خليهم الصباح، هذه هي افضل فتره. إيه اللي يروح في رمضان الليسي راه يعيي في نفسه، راني قلت لكم اقراو في الدار. كاين بعض التلاميذ قالوا لي يا استاذ انا لازم نروح، وعمليه التشطيب راهي ما كانش منها، والله ما كان منها، راهو يخوفوا فيكم. انا راني نحوس على صلاحكم، هو انكم تقراوا في الدار افضل. دوك تحوسوا على الدروس، الدروس موجوده، اذا حبيتوا روحوا الدروس الاساسيه فقط، روحوا المواد الاساسيه وخلاص، هذا ما كان. لذلك ركزوا بشكل كبير على المواد الاساسيه، كما الشعب الادبيه باينه باللي عندكم عربيه اجتماعيات وفلسفه، ركزوا عليهم. اللي عينه يجيب الباك في شهرين هذا يجيب الباك، والله في شهرين هذا يجيب الباك. اللي مازال ما بداش يبدا، واللي بدا يزيد في لافيتاس، اذا كنت تخدم 20 ساعة في النهار واللي يخدم 40 ساعة. تفهمنا؟ اي ما لازمكش تحبسها، لازم تكون آلة آلة، ما لازمكش تحبس. شو الماكينات الألمانية؟ على بالي باللي الدراري يعرفوا له البالو شوية. الماكينات الألمانية ما يحبسوش في البالو، شتوهم يا اخي. هكذا كنتم لازم تكونوا تريسيتي تريسيتي هكذا باه تجيبوا الباك، الباك الامبيونس، وما لازمكش يخوفكم
مش شبح، هي حاجة عادية فقط. الباك هذا تحضر له، المذاكرة تكون بذكاء، الهدوء قبل العاصفة، هذه هي. لازمك تدير كونفيونس في نفسك، اي لازم تثق في نفسك، تثق في قدراتك. كل ما تركض على المخدة قول نجيب الباك. كي ترقد ترقد تفكرني انا، تفكر محمد، تفكر محمد برك، تفكر محمد وقناته لونيفرسيتي دي زاد. لازمك تجيب الباك، تقول في نفسك. عمكم الانسان اللي خاطب نفسه بزاف دخلاني من او ذكي، كاين اللي يقولوا عليهم مهبل، او ماهمش مهبل هذوك، او انت المهبول. اللي خاطب نفسه هو الذكي، تفهمنا؟ او اللي خاطب نفسه اقسم بالله غير هو الذكي. لذلك اقنع عقلك اللاواعي باه تنجح، اقنعه، قول باللي ننجح ننجح، كل يوم قول ننجح ننجح ننجح، حتى ياكسبتي هذه الفكره. خلاص ياكسبتي هذه الفكره في دماغ، يعني في عقلك اللاواعي، خي قريته في اللاشعور، خي درس اللاشعور، قريته اللاشعور والشعور، عقل اللاواعي. تفهمنا؟ لازمكم تنظموا وقتكم، ورمضان هو الفاصل، هو اللي يخليكم تجيبوا الباك. المنهجيه ثم المنهجيه، حلوا لي باك. ما يعنيش انه راح تتغير نمطيه الاسئله، وماش قصدنا باللي راح تتغير باللي راح يدير لكم اسئله تعجزيه، لا 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 لا، راح يدير لكم اسئله عاديه ما فيهاش غموض باذن الله. ان شاء الله في الفلسفه يدير لكم اسئله مباشره، وما يديروا لكمش معقده فقط، هذا ما كان. ان شاء الله يديروا لكم الذاكره او العاده بين السلبيات الايجابيات، او يديروا لكم العاده الاجتماعيه بين التفاوت والمساواه، ولا بين الحق والواجب، ولا يديروا لكم الحقيقه. وراني درت لكم ريزيرف بالنسبه للشعب العلميه، راني حطيت لكم المقترحات تاعكم، روحوا شوفوهم. شعبة التسيير الاقتصاد، مازال شعبة التسيير الاقتصاد وتقني رياضي، راني والله راني نفرز فيهم بإذن الله، نزرب نحط لكم المقالات المرشحة بإذن الله. التربية الإسلامية راكم تقولوا لي التربية الإسلامية رشحنا، بور لو مومون والله ما نقدر نرشح لكم، ما كاينش يعني، مانيش ندرس في التربية الإسلامية، يعني مانيش ندرس في مواضيعكم. لذلك التربية الإسلامية راهي تعتمد على الفهم أيضا، الفهم والحفيظة، الفهم والحفيظة. بالتالي احفظ إسلامية، احفظ ديما دير لها خصص لها بالجمعة، احفظها، تفهمنا؟ الاجتماعيات راهي سهلة، اجتماعيات شغل الحرب الباردة، راهي شغل مهاوشة والله، غير مهاوشة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفيتي، وكل طرف يحاول يفرض نفسه على الآخر. هذا كيقول له أنا اللي نسيطر العالم، وهذا كيقول له أنا. هذه بما تعرف الثنائية القطبية، هو نظام ميز العلاقات الدولية من الفترة ممتدة من 45 حتى 89 بأن وجود قطبين مؤثرين على الساحة الدولية، وهما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. لازم أنه الحرب الباردة تقراها على شكل فيلم، فيلم هكذا تفهموها وترسخ، يعني تديروها في دماغكم. الثورة الجزائرية ريفيزيوها بو خفيف، الدستور الجزائري بالنسبة للشعب الأدبية وعنده وقت ما طاحش، ريفيزيوه بزاف بزاف، بالاضافه الى باقي الدروس صمام وذوك ريفيزيون بو خفيف. هذه هي الاجتماعيات، تقدر تجيب كان ساز عادي، تفهمنا؟ لازمكم تاكسبتيو فكره النجاح في رصانكم، وهذا النجاح السماء هذه لا تمطر ذهبا، السماء هذه كي تعطي لها انت راح تمدلك، ما تعطيهاش ما تمدلكش، يعني الله تعالى راح يوفقك كي تعود تخدم. لازمك تتوكل على الله تعالى، كاين فرق بين التوكل والتواكل، هذيك عدم الاخذ بالاسباب، وهذيك ناخذ بالاسباب واعقلها وتوكل، يعني انا نعقلها وعليها ربي وخلاص، فهمنا؟ مواد الحفظ ديروهم في في الليل، في الصباح عفوا، ومواد تاع الفهم ديروهم في الليل، فهمنا؟ ان شاء الله يكون الميساج وصل، وديروا بالكم باللي ما بقالكمش بزاف، العمل ثم العمل، ورمضان هو اللي يجيب لكم الباكا. او نعاود ونكرر والله غير رمضان، والى اللقاء.